صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يقوم بالمناداة بحرية المرأة والمطالبة بقيادة المرأة للسيارة؟ هذا من جملة مكائدهم للمسلمين. حرية المرأة من أي شيء؟ من الحياة والعفاف، حريتها من دينها ومن أحكام الله التي شرعها لها، هذه هي الحرية. هذه رق، هم يسمونها حرية وهي رق، عبودية والعياذ بالله، عبودية للشهوات وعبودية لغير الله، وفي ذلك ذلتها ومهانتها. انظروا إلى نساء الغرب ما حالهن، ما دامت شابة يستمتع بها من يستمتع بها من فجار البشر، وإذا يبست ألقوها في المزابل، ألقوها في المصحات أو في دور العجزة أو في دور المسنين إلى آخره. هذه المرأة عندهم، انظروا إلى المرأة عند المسلمين كيف تكون: مكرمة، معززة، مصونة، محمية، سلطان في بيتها، لها سلطة في بيتها. وإذا كبرت انظروا ماذا يعمل بها من الإكرام والبر والتوقير. قارنوا بين هذا وهذا. نعم.